فمرحبا لجمهورية الصومال الديمقراطية رئيسا وحكومة وشعبا التي تؤكد بانضمامها للجامعة ودولها الأعضاء متصلة بالتاريخ العربي الإسلامي وحضارته العالمية. ولقد كان مفترضا أن يتم هذا الانضمام منذ وقت طويل تحقيقا لهدبات شعبنا الذي ظل ينادي بها. اكتفاء بانضمامنا إلى الجامعة بالنيابة عن إخواننا المندوبين وعن البلدان الشقيقة التي يمثلونها. شويش 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 سيبك من الحبل بس.